أهلا وسهلا، معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل. في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالألوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم. استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست. تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الألوان، سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقة بالثقافة والفنون والآداب. بودكاست تشاكيل من إنتاج مجلة سماورد الإلكترونية www.samaward.net، ويمكنكم زيارة موقع البودكاست على الإنترنت tashakilcast.samaward.net. ضيفنا هو الكاتب المسرحي فهد رد الحارثي، الذي يعرف في الأوساط المسرحية بعراب المسرح السعودي، عضو فرقة مسرح الطائف والكاتب السعودي الأكثر حضوراً وغزارة في الإنتاج. حصلت نصوصه التي كتبها على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والعربي، وكرم أيضاً في عدد من المحافل المسرحية العربية على ما قدمه للمسرح، وتناولت أطروحات أكاديمية نصوصه وتجربته المسرحية. من نصوصه يا رايح الوادي، بيت العز، شدة القافلة، نبع البابور، أنا مسرور يا قلعة، الفنار، البروفة الأخيرة، المحتكر، لعبة كراسي، بازار، عصف، الناس والحبال، العرض الأخير، الهوامش، يوشك أن ينفجر، حالة قلق، وغيرها العديد من النصوص التي جسدت على خشبة المسرح. أهلا وسهلا الأستاذ فهد رد الحارثي، الكاتب المسرحي السعودي. أهلا بك في بودكاست تشاكيل. أهلا بك أنت وبهذه التشاكيل الجميلة والألوان الرائعة التي تهبنا إياها في كل مكان، أدبا وفكرا وثقافة ومسرح. أنا سعيد أني أكون معك. وأنا أسعد أكيد. يعني فهد رد الحارثي يعني بدأ إعلاميا، بدأ حتى في جمعية الثقافة والفنون بالطائف مقرراً لجنة الإعلام. ما الذي دفعك للمسرح لتكون يعني لتحقق حتى لاحقاً كل هذا الحضور على مستوى الوطن العربي؟ هو يبدو لي أن فعل الصدفة في له دور. طبعاً عملت في المسرح المدرسي، يعني لما أكون مقطع المسرح كفكر وكتنفيذ، اشتغلت في المسرح المدرسي في مسارح الشباب بعض الشيء، لكن توقفت نظرا للاشتغال بعد كذا بالناحية الإعلامية. نقطة الالتماع في تصوري عندما قررت في فترة معينة نعمل صفحة عن المسرح كاملة في جريدة البلاد. من دون، لأن وجدت أنه في فقر شديد في تغطية الأحداث المسرحية في تلك الفترة، أو حتى في الثقافة المسرحية. يعني كان الاتجاه العام هو اتجاه التقليد الكلاسيكي، المسرحيات الاجتماعية، وكنت أرى حركة في تلك الفترة، حركة عظيمة في الوطن العربي ناحية المسرح الملحمي والعبثية إلى آخره. فقررت أن أعمل هذه الصفحة، وكانت أول صفحة على مستوى أول صفحة في 1407 في جريدة البلاد. نعم. ويبدو من هنا حصل هذه الحالة من الالتباس. طبعا أنا أكتب شعرا قبلها، أكتب قصة. نعم. بالإضافة لكوني إعلامي، في يوم قررت أني أكتب القصيدة في الليل، ما جات، حاولت أكتب قصة لم تأتي، وجدت نفسي أكتب مسرح. وأنهيت المسرحية في تلك الليلة، بدأتها وأنهيتها في نفس الليلة، وسلمتها لشخص يعني في الجمعية، خذ باب القراءة طلع، يعني ما كان في ذهني حال التنفيذ ولا. فامتدحها جدا، وكانت الجمعية في تلك الفترة ما عندها أعمال مسرحية، يعني موقفة بعد ذهب راشد الشمراني إلى الرياض، وعبد العزيز الصقعبي أيضا نقل عمله، فما عندهم عمل ينفذوه، مر عليهم سنة أو سنتين وما نفذوا أي عمل. فاستبشر فيها خير ووضع فيها، وأنا الحقيقة يعني ما كنت مهتم كثير بعمل التنفيذ. نفذت العملية ونجحت المسرحية، ومن هنا بدأت الورطة يعني، واستمرت حتى الآن، ورطة تتبعها ورطة تتبعها ورطة، لم يصبح الانفكاك من المسرح سهل. ورطات جميلة في أحيان، وفي أحيان كانت، لأن عندما ذهبت ناحية المشروع استنزفت كثير من الوقت والجهد. لم تعد قضية أني أكتب مسرحية وتنفذ هذه المسرحية. تكتب وتنفذ لك فرقة، أصبحت الموضوع أكبر من ذلك مراحل، مشروع كبير جدا ارتبط به وارتبط به. وقفت الإعلام نهائيا
في فترة أنا كنت مشهور إعلاميا يعني. نعم. واصل بصورة كويسة، لكن وجدت أنه لا يصلح شريك مع المسرح، وأنه يجب أن أوظف الشاعر والموسيقي في داخلي والفنان التشكيلي والإعلامي لصالح هذا المسرحي، وهذا ما حدث. جميل. أسست مع أصدقائك ورشة مسرح الطائف التي أثبتت يعني حضورها على مستوى المسرح العربي. ما هي قصة هذه الورشة؟ كيف تأسست؟ مع أن يعني هي يعني فكرة الورشة فريدة على مستوى الجمعية الثقافة والفنون، وهي المنصات المسرحية في المملكة العربية السعودية، يعني تجربة فريدة من نوعها استطاعت أن تحضر وتكرس اسمها على مستوى الوطن العربي. هل يعني احنا نريد ان نسمع قصة هذه الورشة، وهل توقعتم ان تصل الى ما وصلت اليه؟ الورشة كانت في البداية هي فكرة نقاش يعني في فترة معينة انا وعبد العزيز الصقعبي حول الورشة المسرحية في العالم العربي ودورها في تأسيس الممثل، وكنا نفكر في تأسيس هذه الورشة داخل الجمعية، لكن لم تتوفر لنا العناصر الكافية. رحل عبد العزيز الصقعبي للرياض وبقيت في الطائف أحمل الحلم. التقيت بأحمد الأحمري، عندما التقيت يبدو أنه حصل حالة من التحول هنا في القائمة الأحمري، فبدأنا نفكر في مرة أخرى في مشروع الورشة. انضم إلينا عبد العزيز العسيري في هذه النقاشات، انضم بعد ذلك مجموعة الشباب تدريجيا، محمد بكر الله يرحمه، وبدأنا نسعى إلى فكرة هذه الورشة. وكانت الفكرة في البداية هي مكان التدريب فقط، وكنا نفتقر إلى كثير من الأدوات، لكن المشروع ظل مرتبط في ذهننا، وضعنا له أهداف وبدأنا نسعى لتحقيقه. وكانت الورشة ليست ورشة وقتية، لم يكن هنالك ورش، يعني لم يكن في إرث سابق نستعين به كخبرة في المملكة، وفكرنا في فرشة مستمرة مستدامة، بحيث أنها من ليست لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر، هي مكان للتدريب بصفة عامة. خدمنا فيها بعد كذا وجود مجموعة أيضا من الشباب، تقاربت أفكارنا كثيرا، وهذا متطلب كثير للورش، اختلاف وظائفنا، اختلاف ثقافاتنا، اختلاف أفكارنا. ثم بدأنا نضع بصمات المشروع، أسسنا المشروع على أهداف مبنية وواضحة، وانطلقنا بكل جنوننا نحو المشروع. استعنا بعد كذا بكثير من الخبرات في الوطن العربي، عن طريق المراسل، عن طريق الاتصال، عن طريق التواصل، كل الكتب والمحاضرات التي عنا بفكرة الورش في تلك الفترة لم نتركها. تواصلنا مع عبد الرحمن عرنوس الله يرحمه، مع حسن الجريتلي، مع مناهج عالمية في التدريب، مع وبدأنا نحاول أن نصنع منهجا خاصا أيضا بنا. لم تعد القضية تدريب فقط، أصبح التدريب يفضي إلى عرض، ثم تدريب يفضي إلى عرض، ثم تدريب يفضي إلى الثقافة كانت مكون أساسي لنا ومهم. جمعنا كتب من كل دول العالم، لم نترك مكانا في كتاب إلا جلبناه. جمعنا عروض من مختلف مناطق العالم عن طريق الفيديو، وكنا نتفرج عليها وندرسها. كلنا لم نكن متزوجين في ذلك الفترة، شباب متحمس عنده مشروع يحاول يحققه، وسعينا، وكل خطوة نجاح كانت تقودنا لمنطقة أبعد، كل خطوة نجاح تقودنا لمنطقة أبعد. كبر الموضوع، دخل في حتى في مختبرات ومعامل، ولم يعد هو مشروع الورشة الوحدة، حتى نضجت هذه الأفكار، تحولت لفرقة، فرقة مسرح الطائف اللي أجنحتها المعمل والمختبر والورشة لم تتوقف هذه العملية حتى الآن. أتصور أنها كانت مهمة جدا لبناءنا إحنا في المرحلة الأولى، يعني لا أخفيك أني أنا شفت بعد 10 سنوات من تأسيس الورشة كثير من الورش المسرحية على مستوى العالم، مدربين عالميين. نعم. ووجدت الشباب اللي عندنا لما استفادوا من خبرات يدربوا أفضل، لأنه أخذ التطبيق حق التدريب وعمل على التطبيق تطبيق آخر. نعم. وطوع التطبيق لنا لفكرنا لمنهجنا، هذه الألعاب المستمرة، ألعاب الممثلين، ألعاب الإخراج، ألعاب التأليف، ألعاب وسط مكون كان يجمع مجموعة من الشباب موجودين معظم ساعات اليوم مع بعض، يعني نخرج من أعمالنا نلتقي في الجمعية لمدة 8 ساعات.
وقد نخرج منها إلى مقهى نكمل النقاش. في جو حميمي، في جو حب، في جو تفاهم شديد. كوننا نظام مالي، كوننا نظام تسير به العملية، حربنا كثير 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 جدا جدا جدا، وكل حرب كانت تدفعنا للأمام ما تدفعنا للخلف. خطواتنا أصبحت ملاحقة، وعينا بالموضوع وفهمنا فين حنوصل. كان أتصور له دور مهم. الشباب اللي صاروا يرفضوا العملية جيل بعد جيل، يعني كل ما تمر فترة يجيك جيل جديد شباب جدد. الطائف بتكوينها كانت مدينة طاردة لأنه ما كان فيها جامعة في تلك الفترة، فكان الطلاب في الثانوية يذهبون لمناطق أخرى من أجل الجامعة. لما جاءت الجامعة وقدرنا نستفيد منها جاءت قضية الوظائف. كل ما تأهل واحد وتأسسه وكذا 4-5 سنوات تجي وظيفة في منطقة أخرى فيذهب إليها، فتضطر تأسس من جديد. فخلق الأجيال المتدافعة، أصبحنا حتى نغرم، يعني في حالة غرام بيننا وبين شغل الورشة. لا توقفنا عنه فترة نشعر بالتكلس، يجب أن نعود جميعنا للورشة، نعود جميعنا للتدريب، نحن بحاجة إلى تدريب. أحيانا يكون عندنا فكرة معينة يجب أن نخضع للمختبر، سنخلط هذه مع هذه نشوف نجرب إيش اللي حيطلع معانا، تطلع صح تطلع خطأ. فأتصور أنه هذه كانت مادة فائدة لنا عظيمة، كانت أشبه بمعهد مسرحي بمعنى مفيدة لنا، مفيدة في نحتنا في تجربتنا فينا. التواصل له دور كبير أيضا، يعني تواصلنا كمؤسسين مع الفكرة من بدايتها حتى النهاية. يعني أنا أعتقد أن يعني الورشة أيضا أفرزت عن يعني بهذا النمط من الاشتغال، أفرزت عن موقعكم كان من المواقع الـ يعني العميقة وفيه من الثراء، وكان يعني أنا شخصيا كنت من المتابعين جدا لهذا الموقع بكم الثراء اللي فيه، بكم التواصل مع تجارب أخرى. لكن أعتقد أنت كنت المشرف على هذا الموقع. كنت المشرف على نشرة الورشة، وكان الأخ محمد بكر هو المشرف على الموقع، هو عبد العزيز عسيري. مع أن الآن إحنا في زمن يعني أنتم بدأتوا مبكرا، والآن في زمن التكنولوجيا يعني ورشة الطائف يعني لا في صفحة على الفيسبوك لا في موقع. أنا أعتقد أنت ليش غبتوا عن هذا الجو المهم جدا بالذات الآن، يعني خاصة في المسألة البحثية. يعني إحنا كنا في فترة آمنا بضرورة الإعلام في تلك الفترة واشتغلنا عليها. يعني أنت تصنع إعلامك، تصنع بالإضافة إلى مشروعك تصنع الإعلام اللي يدعمه. فكانت فكرة موقع الورشة. بعد فترة طبعا إحنا صرفنا تماما ناحية العمل، بالذات أنا وأحمد وكذا، بقى عبد العزيز عسيري ومحمد الله يرحمه هم المهتمين بالموقع ويدعموه بصفة. بدأ يلتهمنا ماليا في فترة معينة، وكنا نعتقد أنه يجب أن نوقف الصرف على الموضوع ذا، على موضوع الموقع والنشرة. حتى النشرة عملت لنا صدى كبير، يعني كانت تعمل يدويا وبسيطة وكذا، لكن أيضا استطاعت أن تصل العالم العربي كله. صحيح. يعني كنا نرسلها للعالم العربي كله، وكانت تنشر أشيانا وتنشر أيضا اهتماماتنا بقضية البحث، بمعنى لا أهتم فقط بما هو موجود لدي، لكن أي بحث على مستوى العالم العربي جديد أو كذا نضع لنناقش نحن بالأول وبعدين يفيد الآخرين. انصرفنا نحو ناحية العمل. توفى محمد الله يرحمه، وفقد المكان تواجده المستمر ومتابعته. وحاولنا طبعا في صفحات على الفيسبوك في، لكن ضعيفة، ليست ليست بنفس تأثير الموقع اللي كان موجود. صحيح. الموقع كان واصل العالم العربي كله، وأنا لا أكاد أقابل أحد الآن اللي يذكرني بموقع الورشة. يعني أتصور نحن بحاجة لشخص يهتم بالجانب هذا. بعدين انصرفنا الاهتمامات كثيرة ومكثفة. تعرف مع التجربة تبدأ تضعف عندك أدوات معينة بعد مرور السنوات، يعني تقوى فيك ناحية الخبرة وناحية التمكن، لكن تضعف فيك حالة الحركة والعمل. صحيح. أي نحن بحاجة إلى جيل جديد من الشباب أتصور يهتم بالأشياء هذه ويدعمها. سامي يقوم بعمل كبير لكن لوحده، واليد الوحدة لا تصفق بالفعل. يعني عمال ندعمه في الجانب هذا ومنصرفين تماما ناحية أمور أخرى.
نحاول أن نرمم. طبعا لا تنسى أنه هذا كل العمل هذا كله شغل ذاتي، صحيح، إمكانيات ذاتية، ونصرف عليه من جيوبنا ومن أعمالنا ومن أشياءنا، فبالتأكيد أنه حيكون مؤثر. يعني الكاتب المسرحي فهد الحارثي معروف بغزارة إنتاجه المسرحي، يعني من بداية نصك يا رايح الوادي إلى آخر نص، ما الذي تغير على مستوى الكتابة؟ كثير كثير كثير. يعني أنا في البداية تصور أنه كنت أنا مغرم بالحالة الملحمية في كتابة النصوص، يعني مرت علي عمل أو عملين في البداية وثلاث أعمال كلها كانت ذات شكل ملحمي يعني في غالبيتها. بعد كده بدأت تهتم بقضية مسرح الفقير ومسرح فجأة دخلت أنا وأحمد لعبة، بدأت بمشاريع. دخلنا، كان أحمد مغرم بالحركة كثير على خشبة المسرح والركض، لدرجة أنه يعني طوال العرض والممثلين يركضوا في حالة ركض مستمر. فاقترعنا مشروع وبدأنا نشتغل عليه، اللي هو مشروع مسرح الحركة وحركة المسرح. اشتغلنا عليه 4-5 أعمال، وكان من المتطلب أنه يكون في مشروع موافق له كتابي، بمعنى الحوارات التلغرافية سريعة. مضينا في هذا المشروع لمحصلته، دونا نتائجه، ودخلنا على مشروع آخر اللي هو كان مشروعي في ذيك الفترة، محاولة إيجاد حالة تقارب بين حالة السرد في القصة القصيرة والحوار في المسرح، إيجاد مقاربات بينهم. وأيضا ضفرت عليه، اشتغلت أكثر من مشروع يعني على القضية هذه، وكنت أنتزع حوارات الممثلين وأنشرها كقصص قصيرة على صفحاتي في الفيسبوك أو تويتر أو في صحف، وتمضي سليما، لا أحد يكتشف أنه هذا هي جزء من حوار ممثل من حوار. فضفرت على المشروع هذا، أيضا اشتغلت عليه 4-5 مسرحيات من وقتها إلى الآن، وأنا اشتغل على مشاريع، بمعنى أنه كل فترة لي أنجز مشروعا معين وأخرج بحصيلة منه وأذهب إلى مشروع آخر. يعني ذهبت بعده لمشروع الشعرية، والكلمة الشعرية في النص المسرحي إلى أين تذهب، وهل هي واصلة للمتلقي أو بعيدة عنه، كيف أستطيع أن أضفر مع المخرج أنه تكون هذه الجمل الشعرية على خشبة مسرح مستساغة وجميلة. بعدها ذهبت إلى مشروع كتابة نصوص عن طريق الفيسبوك أو تويتر، ضفرت 3-4 أعمال من الجانب هذا. انتقلت بعدها إلى مشروع اليوميات، يوميات البسيطة الحياتية المكتوبة بطريقة معينة. فأنا بالكاد لا أخرج من مشروع إلا أذهب لمشروع وأؤمن به، الكذا أحب ما أكتبه، بمعنى أني لا أكتب لمجرد الكتابة، لا أكتب أنه والله، ولا أكتب للتنفيذ أيضا، يعني التنفيذ آخر فكرة أفكر فيها أثناء الكتابة، ينفذ ما ينفذ ليست هذه مهمتي، مهمتي أني أكتب وأستمتع بما أكتب. ربما هذا يفسر سبب كثرة الإنتاج اللي موجود عندي، لكني صرت أصبحت أعشق هذه التجارب، وأعشق هذه المشاريع التي أعمل بها، وأعشق أيضا الخلاصات التي أتوصل إليها من خلال كثير من الأعمال. نفذ أكثر من مرة بأكثر برؤية أكثر من مخرج، وهذا كان يسعدني كثير. في أعمال فيها 6-7 مخرجين تناولوها، كل مرة كان التناول مختلف. أنا هنا أقيس بالتحديد أثر النص على كل هؤلاء المخرجين، ما استطاعوا أن يصلوا إليه، أين استطاع أن يفجر فيهم طاقات، أين لم يتمكنوا خذلوا منه. فأنا بالنسبة لي المشروع يعني الموضوع مشروع بالدرجة الأولى، ليست مشروع كتابة للكتابة، وليست مشروع كتابة للتنفيذ، هو كتابة للمشروع. في أحد لقاءاتك قلت أن المسرح يحتاج إلى لغة رفيعة. ما الذي تعنيه؟ ولا زلت أؤمن بها، يا بمعنى أني أنا دائما في المسرح نعتلي على الخشبة، نصعد إلى الأعلى كممثلين، ككاتب، كمخرج، إضاءة، سينوغراف. فما دمنا قد صعدنا إلى الأعلى، يجب أن نصعد بكلمتنا، نصعد بلفظنا، نصعد ب... أنا أتصور أن هذا المكان هو مكان للرقي دائما، ليس لا أقصد به الحالة المثالية، لكن أقصد به أن يجب أن نرتقي بكل أفعالنا، أفعالنا الكلامية، الصوتية، الحركية، الضوئية، اللونية، بشكل لا يبعدنا عن الجمهور، لكن يعطي لهذا الجمهور مساحة كبيرة من الجمال. يجب أن نبث هذه قيم الجمال
وقيم أنا لا أتصور أن العادي والمستهلك له مكان على الخشبة في الأعلى. ما دمنا ارتقينا هذه الخشبة يجب أن نقول ونجسد ونصور ونعطي ما هو أجمل دائما بالنسبة لنا. لا أقصد قضية البعد، لا أقصد أنه يجب أن نستخدم لفظا لا يفهمه الناس أو لا يستوعبه الناس، لكن يجب أن تقول أن هنالك لغة رائعة يعني مرتفعة، لغة جمالية، لغة عالية القيمة يجب أن تكون على خشبة هذه المسرح. ليس بالضرورة أن تكون باللغة العربية الفصحى أو اللغة الشاعرية، حتى اللفظ العامي بإمكاننا أن نطوعه لكي نستخدم الجماليات الموجودة فيه على خشبة هذه المسرح. أنت من ضمن يعني ما قلته أنك بدأت شاعرا أيضا، ونستشف ذلك أيضا من خلال بعض بوستاتك على الفيسبوك. ما أثر الشعر على نصك المسرحي؟ كثير، ليس أثر الشعر فقط، أثر القصة. نعم. أثر القراءات المختلفة المتنوعة. ترى أنا أقرأ عمري 10 سنوات وقرأت كتب كثيرة في مختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية، فأتصور أن التكوين القرائي ساهم مساهمة كبيرة للغاية في تكوين الكتابي فيما بعد، في صنع هذا الشاعر اللي قتلته من أجل المسرحي، والقاص الذي قتلته من أجل المسرحي، أو بالأصح لما وظفتهم. نعم. جعلتهم موظفين عند هذا المسرحي يعملوا لي من أجله ومن أجل أن يرضي غروره الكتابي ويقدم مشروعه الكتابي. يعني هذا اللي تصوره. أنت طبعت عدد من نصوصك المسرحية اللي يعني رفضت المكتبة السعودية. هل ترى أن هناك جدوى لطباعة النصوص المسرحية، يعني جدوى حقيقية، خاصة وأن كثير من النصوص تأخذ طريقها إلى التنفيذ؟ هل الطباعة لها جدوى حقيقية بالنسبة لكاتب المسرح؟ أتصور العملية بالشكل ذا. لما أطبع كل نصوصي طبعا، ولا يزال المشروع قائم لطباعته. نعم. على التوالي. لكن أتصور أنها مهمة للجانب التوثيقي. سيذهب هذا المسرحي وستبقى كتبه موجودة. نحن كيف نعرف الآن نصوص كثير من كتاب العالم إلا عن طريق هذا الكتاب المتوفر لنا. نعم. وسيظل، يعني رغم توفر وسائط كثير للنشر وكذا، لكن يظل الكتاب هو القيمة الباقية التي تستطيع أن تحتفظ بها بعد سنوات طويلة. سيأتي نصوص فهد الحاتم، أين هي؟ صحيح. هذا الكتاب سيوثق هذه المرحلة، قد لا يكون مثيرا للآخرين. تعرف قراءة النص المسرحي ليس فيها تلك المتعة التي يجدها قارئ للرواية أو القصة أو القصيدة. نعم. لكنها يجب أن توثق وتظل. أيضا هي في حالة من، وأعرف أنا وأنت يعني، من أنه لما يكون لك كتاب كذا يتعرض لكثير من الدراسات. صحيح. في وهذا ربما وفر لي يعني الآن 13 أو 14 رسالة بين رسائل دكتوراه وماجستير وبحوث ترقية، كلها كانت عن طريق هذه الكتب، لأن الباحث مضطر أنه يستعين بكتاب. نعم. عشان يدون أموره. هذا نفعني كثير، لأنه أي باحث يريد أن يبحث سيجد هذه الكتب متوفرة وموجودة. وأتصور أنه، وأتمنى، ليس أتصور فقط، أتمنى أمنية الآن من هيئة الثقافة أو هيئة المسرح نتعنى جدا بقضية طباعة النصوص المسرحية لكل الكتاب. لدينا كتاب من أفضل الكتاب على مستوى العالم العربي، أسماء مهمة للغاية، أسماء شابة رائعة للغاية، الباحث لا يجد إنتاجهم. من المهم قضية التوثيق هذه وطباعة. نعم. إنتاج كتابنا المسرحية السعوديين لانتشارها وتوثيقها وبحثها ودراستها. جميل جدا. يعني أنت تحدثت عن الأطروحات الأكاديمية حول نصوصك. يعني أنا اطلعت على مجموعة منها، ويعني على مختلف عناوينها، على مختلف زوايا الطرح أيضا أو التناول. أنت شخصيا ترى يعني لماذا، أو ما الذي يستفز هذا الأكاديمي لكي يتناول نصوصك؟ يعني باعتقادك ماذا يميز نصك
ليكون فعلا موضوعا للتناول في الأطروحات الأكاديمية؟ والله ما أستطيع أحدد يعني، وكثير من الأطروحات أنا فوجئت بها حتى بعد سنوات يعني أكون ما أعرف عنها شيء يعني، بعد سنوات أفاجأ من خلال بحث، من خلال خبر، من خلال الشخص نفسه أنه عمل علي عني بحث أو عمل عني كذا. لكني في تصور الشخصي أنه ربما كانت لغة النص لها دور. معظم عمل البحوث ودراساتهم من كليات أدبية، صحيح، وربما أثارهم نوعا ما هذه اللغة التي أتناولها في نصوصي للبحث والقراءة. أقول ربما أغراهم عملية البحث اللي تكون في نصوصي عن الجديد، يعني بمعنى النصوصي دائما ما هي يعني خاضع لمشاريع، ومشاريع هذه جديدة، خاضع الفشل والنجاح ومستفزة، بمعنى أنك لن تجد خطا دراميا واضحا داخل هذه النصوص، لن تجد البناء التقليدي المعتاد في هذه النصوص، هي دائما تبحث عن الجديد، تبحث عن خط وهمي داخل هذا النص، حوار يدفع حوار يدفع حوار ليصنع العقدة ليصنع. ربما هذه الأمور هي التي أثارتهم كباحثين. وأعود أني أتصور المادة الأولى كانت لهم هي اللغة، ربما شدتهم هذه اللغة، بالذات أنه معظمهم من أقسام أدبية وكليات أدبية، ربما كان اللغة سبب، توفر الكتاب أيضا سبب، لأن البحث عندما يأتي ليبحث ويجد الكتب متوفرة لديه بالتأكيد ستكون الموضوع أسهل بالنسبة له. وربما أيضا أنه بحث يسحب بحث يسحب بحث، فأنا لما أجي في عندي إرث عن هذا الكاتب أنه في معمول عنه 12 بحث مثلا، فتسهل علي قضية البحث عنه. آتي الكاتب آخر ما لاقي في شيء مكتوب عنه كبحوث، وكتبه غير متوفرة غير موجودة، يعني ربما ساهمت هذه الأشياء في كثرة عدد الدراسات والبحوث. كثيرا ما سمعنا بعض المخرجين يتحدثون عن أزمة النص المسرحي، يعني لنقول أنهم يدعون أن هناك أزمة وفقر في النص المسرحي العربي، هل فعلا هناك أزمة نص؟ أنت تعرف وأنا أعرف أن هذه أزمة مصطنعة ومصنوعة. في أزمة كسل أولا، هو لا يريد أن يبحث عن النص الجيد، في أزمة تفكير لديهم، في الآونة الأخيرة بدأت تظهر أزمة وجودية عندهم، بمعنى أنهم يريدوا أن يتواجدوا هم كمؤلفين، هو ليس بحاجة، فيعمل ألعاب كانت تبدأ بالإعداد والآن تنتهي بالدراماتورج، فيعد يكتب على نص مسرحي معد، وهذا لا يحق له أبدا، النص لا يعد عن نص، ربما يعد عن جنس آخر، عن رواية عن قصة عن قصيدة، لكن لا يمكن أن تقول أن عديت نص عن نص. عندما انكشفت اللعبة هذه تم يعني مناقشتها كثيرا، اتجهوا إلى لعبة الدراماتوج، سأكون دراماتوج لهذا العمل. ما الذي يصنع؟ ليس يعني بمعنى أنا لا يعني لا أقصي قضية الدراماتوج كمهنة وكفكر، لكن أن يأتي مخرج ليكون هو الدراماتوج هنا المشكلة، هو لم يكن كاتبا. الكاتب غيروا الاسم من المعد إلى الدراماتوج. أنا أستوعب أن الكاتب يكون دراماتوج، أستوعبه تماما، لكن لا أستوعب أن المخرج يكون دراماتوج. يعني نادرا ما تنجح هذه الأمور، هم يريدون أن يتخلصوا من أشياء معينة. دائما الدعاء مستمر، نحن نعرف أن نصوص شكسبير لا تزالت تنفذ إلى اليوم. إلى اليوم، وتناولها سعد الله والنوس، علي عبد النبي في العراق، عباس الحايك في السعودية، كل هذه النصوص نفذت عشرات المرات. هل هنالك أزمة نص؟ إذن هنالك أزمة بحث عن النص الجيد فقط. يعني كثير من يعني من المخرجين أيضا يتناولون بعض المصطلحات. أنا يعني كنت يعني بعض المخرجين يتحدثون عن مصطلح موت المؤلف. ويعني موت المؤلف هو مصطلح لرولان بارت بعيد تماما عن قضية المسرح، يعني يحاولون أن يهمشون المؤلف تماما. يعني هناك فكرة لديهم على أن النص بمجرد أن يكتبه كاتبه فهو انتهى من ملكيته، أصبح مشاعا، يحق لهم ما أن يفعلوا بهذا النص ما يشاءون.
لدرجة الهدم والبناء من جديد على هذا النص. ما رأيك بهذا؟ يعني مع أن هذه الحالة غير موجودة في المسرح الأوروبي أو المسرح في أمريكا، لأن هناك قوانين ونظم تنظم هذه العلاقة ما بين المخرج وما بين المؤلف. أنت قلت أنه في قوانين ونظم، ونحن نعرف الجو اللي احنا موجودين فيه، ليس هناك قوانين ولا نظم، لذلك تنتهك كثير من الأشياء. أنا أقف دائما لصف المخرج وأقول المخرج ملك اللعبة وهو سيدها، لكن يجب أن لا يكون لصا، يجب أن لا يكون مدمرا. سأقف معك يا سيد المخرج وأدعك تتصرف كملك للعبة، واللعبة بين يديك نصا وإخراجا وممثلا وحركة وإضاءة إلى آخره، أنت سيدها، لكن لا تعبث في الأشياء. إذا أردت أن تعبث ابعد عن نصوصنا، استخدم نصك الذي تريد، لكن أن تأتي لنص كاتب لكي تعبث به جدا، هذا ليس من حقك. في مقابل ذلك دائما أقول أنا لنص المكتوب، افعل ما تشاء لنص المكتوب، التاريخ سيشهد بيني وبينك. يعني إذا كان حصل، وكثير ما يحصل في حالة تدمير لبعض النصوص، يغير يبدل، لكن أتصور أن هذا ليس في صالحي كمخرج. يعني يجب أن يكون هنالك حالة من الأمانة بالتعامل مع النص، لا أقصد أن يأخذ النص كما هو ينفذه، لكن في أشياء أساسية لا يجب أن يعبث فيها نهائيا، يجب أن لا يقص كما يشاء ويفصل كما يشاء، لأنه في الأخير أثناء العرض سنتهم الكاتب أنه لم تكن كتابته محبكة جيدا، لم تكن عنده كذا، ولا نعرف أن هذا قد دمر نصه الآخر. يا سيد المخرج، كلنا لنكون معك، لا تكن ضدنا حتى لا نكون ضدك دائما. استند على رمل الوقت، انشد شعرا واغنيات كنت قد حفظتها عندما كان لي قلب عصفور، اطفئ بالكلمات جمرة انتظاري، وهذا بات ذكرياتي، مللت استرجاعا كلما خلقني انتظار غائب، قد يأتي وقد لا يأتي. كنت تريد أن تستر عورتك ثم غبت عني، كأنك كنت تريد أن تغسل أدرانك وطاب لك المقام داخله. كنت أنظر إليك، نعم بسمتك كانت دوما ناصعة مشرقة، اعتمدت على بياض قلبك دوما، كنت أكتسي به منك. طال بنا الجلوس هنا، ترفض آلامنا أن تزول بزوال الوقت، للوقت أوصلت الطريق ولنا الذل والمسكنة، فنحن نتوضح كما نشاء، غير أن لا نذكر نزعجه بأصواتنا. يعني أنت نصوصك متلازمة مع ورشة الطائف، يعني أعتقد أن أغلب نصوصك نفذت عبر الورشة، يعني مع المخرج أحمد الأحمري والسامي مساعد أيضا. هل هذا التلازم مع مخرجي الورشة، بالإضافة طبعا لعدد كبير من مخرجين خارج الورشة اشتغلوا على نصوصك داخل المملكة وخارج المملكة أيضا، ولكن هل هذه الكيمياء والعلاقة ما بينكم في الورشة، يعني أنت ككاتب وهم كمخرجين، سهل هذه المسألة بينك وبينهم؟ يعني هناك خلطة، يعني المشروع ليس مشروع مخرج ولكن مشروع ورشة بالكامل، وأنت جزء من هذه الورشة. هو ليست الآن، يعني ما تصور الحالة الورشية الآن، لكن أصبح في الحالة تقول عليها حالة الكيمياء. يعني تعودت الآن ما يقارب 30 مخرج داخل المملكة وخارجها، عدد كبير ليس بالسهل، لكن أتصور أنه حالة الكيمياء والفيزياء هي موجودة عند مخرجي الورشة أو مسرح الطائف تحديدا. يعني هذه الحالة من العلاقة بين أحمد الأحمري ليست علاقة عمل، هي علاقة روحية، هي علاقة نفسية، علاقة صداقة، علاقة فهم، علاقة فكر، علاقة بالتأكيد أنه سيكون قريبا جدا مني من فكري. نفس القضية تكرر مع سامي، مع مساعد، مع عبد العزيز عسيري، مع جمعان.
يعني اتصور انه اي مخرج في الطائف من فرقه مسرح الطائف تحديدا في حاله من التلاقي المستمر بيننا فكرا، في حاله من التلاقي روحا، حتى في احيان ننفذ اعمالنا ما كنت موجود بالكامل فيها، لكن عندما اتي اليها وهو منفذه استشعر نفسي فيها. هم ينقلون ما اريده باضافاتهم بجمالياتهم، جمالياتهم تضيف لي الشيء الكثير. الاعمال اللي نفذت بعيدا عني في دول عربية أو حتى داخل المملكة لم يكن هنالك فيها نفس الكيمياء الموجودة والفيزياء الموجودة. جغرافيتنا واحدة لا تنسى، تضاريسنا واحدة، هذا يجعل لها امتداد لهذه النصوص أنها تنفذ بالشكل الطبيعي التلقائي لها. نعم. عكس لما تنقل لغير بيئتها. نعم. ستجد مخرج آخر هو بعيد عن فكرك، بعيد عن تضاريسك، بعيد عن جغرافيتك ككاتب، بعيد عن، إنما هو معجب بالفكرة المكتوبة، معجب بكذا، لكن ما في حالة الالتقاء الروحي، الالتقاء العاطفي، الالتقاء النفسي، الالتقاء. فبالتأكيد إنه مخرجي الورشة والمسرح الطائف هم قريبين أكثر. نعم. إلى طبيعة أعمالي. لذلك أفضل دائما في العرض الأول لأي نص لي أنكم من خلال المسرح الطائف، لأني أستشعره جدا، بعد ذلك أتركه حقا مشاعا، من يريد أن ننفذ بعد ذلك ينفذ كما يشاء، لكن أفضل دائما النسخة الأولى لأي نص تكون منفذة من خلال المخرج. إضافة لا تنسى أن القضية مهمة، هناك مخرجين الموجودين في فرقة مسرح الطائف، أحمد الأحمري، مساعد، سامي، عبد العزيز عسيري، جمعان الذويبي، هؤلاء المجموعة كلهم من المخرجين، وحتى المخرجين الشباب اللي جوا في المرحلة الأخيرة. نعم. عبد الله السحيمي، عبد الرحمن المالكي، صقر القرني الفترة. نعم. كل هؤلاء كانوا نتاج لفكر واحد، لعمل واحد، فبالتالي هم الأقرب دائما، هم عمال يضيفوا إضافات ممتازة لي، أنا عمال أضيف لهم أيضا شغلات. بالتأكيد أن الأمر مختلف تماما عن لما تنفذوا فيه عندك فرقة مستمرة. تحتاج يعني لما تكون ما عندك فرقة موجودة، هذه الفرقة موجودة ومستمرة في الإنتاج، ستنفذ 3-4-5 أعمال في العام. كثير من المسرحيين يعني تحدثوا عن موضوع غياب الجمهور عن المسرح، وخلينا نقول أنهم اتهموا المسرحيات التي جهت منح العروض المهرجانات أنها سبب في ابتعاد الجمهور عن المسرح، لأن يعني صار التركيز كثير على المسائل البصرية، على المسائل الفكرية في العرض المسرحي، وابتعدت عن ملامسة الواقع واليومي للجمهور. هل صحيح أن يعني أعتقد أن كما يقولون أو يعني أن هذا فتح مجال إلى العروض الجماهيرية والعروض اللي نسميها ولنكن أكثر قسوة عروض التهريج، أن تكون أشبه ببديل، يعني أعطت صورة سلبية جدا للمسرح السعودي حتى، يعني صار المسرح السعودي يوصف بتلك العروض. يعني كثير يسألون المسرح السعودي، مع أن المسرح السعودي يعني استطاع أن يثبت إمكاناته، واستطاع أن يثبت علو كعبة أيضا في كثير من المهرجانات الخارجية. هل التوجه نحو عروض المهرجانات كان سبب لغياب أنا أتصور في تسطيح شديد للمشكلة. أنت لا تملك مسرح، لا أقصد المسرح كمسرح، أنت لا تملك قاعة تعرض عليها. أتصور أنه هذا السبب الرئيسي لبعد الجمهور. عندما يعرف الجمهور أنه لديه قاعة موجودة وفيها عرض أسبوعي، عرض يومي، هذا ضمن الأجندة الموجودة عنده، سيذهب إليه عشان يشوفه أيا كان نوعه وأيا كان شكله. لكن هذا المسرح الذي لا يتوفر له أرضية يعمل عليها، ترى سيعمل على مسرح الجمعية واللي مثلا على مسرح إدارة التعليم، وليست لديه أيضا الأموال الكافية لكي يدفعها للدعاية والإعلام ليخبر الناس أنه عرض اليوم ترى انتقل من الجمعية وراح لإدارة التعليم، وبكرة خرج من إدارة التعليم راح مسرح الأمانة، ليس لديه الوسيط الذي يعبر الناس وينقل. هذه هي الأسباب الحقيقية لبعد الجمهور عن هذا المسرح. طيب ليش العملية المسرحية الاستهلاكية
الكوميدية إذا حق لهم أن يسموها بالشكل ذا، لماذا تحظى بهذا الإقبال الجماهيري؟ المكان متوفر، معلن مسبقا أن هنالك 10 عروض من مسرحية كذا متوفرة للكادر، الدعاية الكافية التي يدفعها، بالتالي هي أحضرت الجمهور. أعطي أي مسرحية من المسرحيات الأخرى نفس ما تعطيه لهذه المسرحيات، شوف سيأتي جمهور أو لا يأتي. مشكلتنا ليست هي خلق الحالة من التواصل، عندنا في محاولة تتفيه وتسطيح شديد للعملية، أنه عشان نذهب للجمهور لازم نقول مشكلات اجتماعية ويومية وحياتية. أنا لا أتصور أن هذه المشكلة أبدا. المشكلة هي في تقديري مشكلة دعم لهذه العروض، بمعنى أنه أسوق المنتج الرديء وأعطيه الإمكانيات وأقول شوفوا متفوق هذا المنتج، بينما السلعة الجيدة لم أنفق عليها. هذا لا يجعلني أيضا أذهب مذهب بعيد في الموضوع هذا. في مسرحيات يعني حاولت أن تمتضي صهوة التغريب وصهوة الغربة وصهوة الرمز، ومقفلة على نفسها ومقفلة على هذه، بالتأكيد أنها يعني ممكن تعمل كحالة معملية للنخب، للحالة المختبرية، لكن تماسها مع العرض المسرحي أتصور أنها تشبه العلاج. عندما أجرب علاجا معينا هو في حالة مختبر، لن يهتم به سوى الصيادلة. صحيح. هذا يحصل في الحالات المختبرية في المسرح، ليس مطلوب أني أشيع عند الناس كلهم، لكن إذا نجحت هذه التجربة وأثبتت نفسها تتطور وتذهب إلى الناس. لكن يجب أيضا أن لا أقفل، وهذا يبدو لتوجه في الأول الأخيرة علي في الصوت نوعا ما، أنه انظروا إلى هذا المسرح التجريبي، هذا المسرح التخريبي. يا سيدي من ينطق هذا الكلام هو إنسان جاهل، ليس هنالك مسرح تجريبي، هنالك تجريب في المسرح. هذا المسمى خاطئ، وهم لا يعرفون استخدام المصطلحات، وذلك المسرح بالتأكيد هم يقترون عليه سهل، مسرح عسكري المرور الذي يتحرك فيه الممثل من اليمين لليسار فقط، وإضاءات يعني لا تكلف الشيء الكثير، وملابس عادية، وطرح مشاكل مستهلكة وقديمة ومكررة ولا تقدم شيء. ونرى فيها هذا الهبوط في مستوى اللفظ، في مستوى هذا اللي كنت أقول لك عليه في الأول، عندما ترتقي لهذه المنصة يجب أن ترتقي بفكرك ولفظك. هنالك كمان نشاهد في هذه المسرحيات اللفظ المتدني، الفكر المتدني، الابتذال الشديد الذي بالتأكيد سيكون ضارا. هذه المشكلة ليست مشكلتنا على فكرة، هذه موجودة في العالم العربي أجمع. هذا المنافسة، لكذا هذه العروض يجب أن تمنح دعما، العروض الجادة التي تتوجه نحو قيم الجمال. ثم بعد أن أمنحها الدعم الكافي والمكان الكافي والقدرة الكافية أقول ستأتي بالجمهور أو لا تأتي، لكن أدعم المنتج الاستهلاكي، وفر له المكان، وفر له الدعاية، وفر له الأموال الكافية، وأقول إنه هالله شوف هذا متفوق، بينما هذاك مو متفوق. هذاك لن تمنحه شيء يا سيدي، امنحه شيئا يسيرا للدعاية والإعلان وهو يستطيع أن يصل، تأكد من ذلك، لأن الفن قيمة. نسمع الآن أغنية جميلة كيف تنتشر وتبقى وتظل، أغنية تافهة قد تسمعها للمرة الأولى وبعد كده تزول من ذاكرتك وتهمل. متى ما دعمنا الجيد سيبقى ويظل، وهذا ما يجب وما هو مفترض مننا. قضية تسطيح الأمر أنه والله بعدنا عن الجمهور والجمهور ما يأتينا، كيف يأتيك الجمهور؟ أين يأتيك؟ في أي مكان؟ ما هو مكانك؟ أنت لا تملك. صحيح. أنت تضطر أنك تحاول في الجمعية من حين يوم يومين، الأمانة من حين يوم يومين. ما الذي يخبر الجمهور أن هنالك عرض؟ هي وسائط اتصال، واتساب، رسائل، أو عبر الفيسبوك تعالوا لنا الله يخليكم عندنا مسرحية. وفر لي المكان الكافي اللي يتيح لي فرصة العرض، بحيث يعرف الناس أنه بنهاية يعني مثلا، وهذا أمر من الأمور المتطلبة جدا عندنا، لو كان في مراكز ثقافية وكان العرض مبرمج من شهر، صحيح، سيعرف أنه والله يوم الأحد في عندي فيلم سينمائي، يوم الاثنين عندي عرض مسرحي، يوم الثلاثاء عندي معرض تشكيلي. الناس تقدم إلى هذه الأماكن لكي تشاهد ما تحب. هل تحب المسرح أو السينما؟ المفترض أجندة يومية، أين تذهب هذا المساء، أين تذهب هذا اليوم،
هذا ما نفتقده بشده يعني. يعني اعتقد ان يعني مثلا اثراء الان او ان كان يعني بعض فعالياتها مائله الى حاله الترفيه، ولكن اثراء اعتقد انه نموذج لمركز ثقافي. يعني هناك اجنده شهريه الى الفعاليات خلال شهر كامل، يعني هناك تقويم يوزع وينشر، هناك مسرحية الفلانية، هناك كذا كذا. أعتقد إحنا بحاجة يعني في المسرح السعودي لمثل لهذه الأجندات أو لهذا التقويم. إلى 50 إثراء. إلى 50 إثراء. إلى 50 إثراء. هذه المملكة العربية السعودية منطقة متسعة جدا، ومن المعيب أنا أشوفها، أنا لا أزال من المعيب إنك تبني مستشفيات وطرق وكباري وأنفاق ومدارس. فلا تبني مراكز ثقافية. نعم. من المفترض في كل مدينة أكثر من مركز ثقافي، وفي كل قرية أيضا. هذه الأمور المهمة في القوى الناعمة، في تأثيراتها، في وصولها. صحيح. أنا لا أتصور لماذا لا هذا المشروع لا يكون مشروعا وطنيا. يجب أن يكون هناك مشروع وطني لدى وزارة الثقافة خلال 5 أعوام، يكون في كل مدينة أكثر من مركز ثقافي، وفي كل قرية في مركز ثقافي. لأن هذه الأمور من الأمور الهامة التي تستطيع أن تنشر القوى الناعمة بصورة جميلة ورائعة، وتنشر قيم التسامح والحب والتفاعل، وأيضا توظف الشباب بصورة سليمة في كثير من الأمور. عندنا مواهب كثيرة وزاخرة في مجال الموسيقى، في الشعر، في الغناء، في المسرح، في الفن التشكيلي. أين يذهبون وأنت ليس لديك مكان حاضن لهم؟ حتى المكان الحاضن الآن جمعيات الثقافة والفنون التي تحضن معظم هذه الفعاليات هي مكان مهددة الآن بالإزالة، ويوما بعد آخر نسمع قرارات الإزالة عليها ستزال وكأنها رجس من عمل الشيطان، وليست مركزا مهما لنشر القيم والثقافة والفكر والجمال قامت به ل30 عام. حتى لو كان ما يتم الدعاء الآن أنه هي ترحلت، أنت قطعت عنها الشرائن الرئيسي اللي هو الأموال. نعم. لم تدعمها من 4-5 سنوات، لذلك هي إنما الجمعيات من المهم أن تظل وتبقى بجوار مراكز الثقافية، بجوار بيوت الثقافة التي تعمل، بجوار دعم الفرق ودعم. يجب أن لا نبني مشاريع بهدم مشاريع أخرى. نعم. يعني أنت تحدثت عن هذه الحالة، حالة غياب الدعم يعني على مدى 5 سنوات، أو ما أطلق عليه بحالة التقشف التي يعني مرت عليها جمعيات الثقافة والفنون، يعني 14 فرع على مستوى المملكة. مع هذا يعني إحنا لاحظنا كثير من الجمعيات سكنت وركنت بسبب غياب هذا الدعم، لكن يعني الجميع يغتبط مسرح الطائف أنه لم يتوقف ولم يركن. يعني تقريبا في أكثر من سنة هو الوحيد الذي ينفذ عروض مسرحية، لم يتوقف أبدا. من أين تستمدون هذه القوة؟ من أين تستمدون هذه القدرة على تجاوز حالة التقشف؟ والله نتصور أنه من المشروع نفسه. المشروع كان هام بالنسبة لنا ولا يزال هام بالنسبة لنا، ولذلك نسعى إلى تنفيذه رغم كل الظروف المادية، المعوقات اللي موجودة. لم نستسلم أبدا لهذا الظرف، وستظل نعمل قبل وبعد، لن نتوقف، لأنه هو مشروعنا. الإنسان عندما يكون له مشروع، نتصور هذا ما ينقصنا كثير في المملكة، قضية أنه يجب أن تكون هنالك استراتيجيات ومشاريع نعمل عليها، لا نعمل لحالة العرض، لا نعمل لحالة النشاط، لا نعمل، وهو ما ينبه عليه المسرح الوطني تحديدا إذا كان هو سير على العملية المسرحية أو هيئة المسرح والفنون الأدائية، لا تنطلق من قضية عروض ونشاط. لن نعمل بالطريقة دي، سيكون لدينا أشياء وقتية سريعة، لكن يجب أن يكون هنالك استراتيجية ومشاريع. المشروع سيدوم طويلا. فرقة مسرح الطائف، ورشة العمل المسرحي بالطائف، ظلت مستمرة الآن يقارب 30 عام. في كل الأحوال، في كل الظروف، هي تعمل باستمرار، تنتج باستمرار لوجود مشروع لديها. لو امتلك الكثيرين هذا المشروع لرأينا الكثير ينفذ. تجفيف منابع الجمعية بالنسبة لنا مادية لم يؤثر كثيرا، لأن نحن نملك صندوق مالي خاص بنا ندعم به مشاريعنا الشخصية، نمول بطرق مختلفة، ولذلك لم نتوقف عن مشروعنا.
لوجود المشروع أتصور فقط. هل هناك حالة استمرارية؟ يعني هل تتوقع أن ورشة الطائف أو مسرح الطائف بعد سنوات سيستمر بذات الزخم، بذات القوة، بذات القدرة؟ هل هناك يعني أجيال أو جيل قادم في مسرح الطائف قادر على أن يعني يواصل حمل هذا المشعل ويعني يستمر في إشعال هذه الجذوة؟ والله هو موجود، لكن قضية المواصلة وال يعني العملية ليست واضحة تماما. يعني لا يزال هو الجيل الأول هو الذي يعمل الآن. كل الأجيال اللي جات بعد كذا أجيال محبة للمسرح، محبة للعمل، لكن لا تملك الفكر، لا تملك المشروع اللي احنا نشتغل عليه ومخلصين له. في وسائط كثير تلتهم الشباب الآن بعيدا عن المسرح. يعني لما يجيك شاب جديد الآن وتقول له انت هتشتغل في المسرحية وكذا، يعني ينظر القضية أولا أنه حتعب 3 شهور في بروفات معاكم، ورشة قبلها شهر، بعدين بروفات لمدة 2 شهر، وبعد ذلك ايش حتعطيني شيء مادي؟ قد يأتي وقد لا يأتي. الحالة الأخرى ايش حاشتهر أنا؟ بينما هو يذهب ناحية اليوتيوب ناحية كذا، يصور له مشهد ويقول لك تعال أنا عندي 1,000,000 مشاهد. صحيح. أنت كم حضر له؟ 500؟ أنا عندي 1,000,000 يتابعوني. فهذه الوسائط تصور أنها يعني تشغل الشباب، حتى لو كان هم يأتوا للورشة للعمل يعملوا، لكن في أشياء أخرى تشغلهم. هل يستمر المشروع؟ هل هنالك شباب يتبنوا هذا الفكر الآن وينطلقوا ناحيته؟ لا. أتصور أن كل المشاريع الثقافية في العالم العربي تتعرض للاهتزاز بسبب القضية هذه. ناخذ تجربة، احنا مع الصواري. نعم. احنا بدأنا الصواري في نفس الوقت تقريبا، وكان هناك حالة من التنافس والبعد بيننا بين البحرين، لكن في حالة من التنافس على القضية هذه. أين الصواري الآن؟ أين الجيل الذهبي لها في فكرا وعملا وكذا؟ هم يعاني من نفس ما نعاني به، يعني باختلاف الدول. فهي المشاريع اللي زي كده تظل قائمة ما دام الأشخاص القائمين عليها مخلصين لها ومتواصلين معها. يعني فيما أراه لا أرى جيلا قادما يستطيع أن استوعب كل تفاصيل المشروع اللي احنا كنا نعمل فيه. ما يبقى المشروع قائما هو وجودنا الآن، فهد وأحمد وسامي ومساعد وعبد العزيز وجمعان، لا نزال قوة. هل لو ابتعدنا عن هذا المشروع سيستمر؟ لا أتصور شخصيا. يعني أنت قدمت عدد من الورش لكتابة المسرح، هل يعني أول السؤال الأول، هل هذه الورش لها جدوى؟ هل يمكن أن تخلق مثلا كاتب مسرحي؟ وكيف ترى الاهتمام هذا الجيل الجديد مع كل هذه الوسائط حولنا؟ يعني أنت تحدثت عن غياب الممثل، وعن بالنسبة للكاتب المسرحي أو الكتابة المسرحية كيف تراها؟ كيف ترى مستقبلها؟ هل هناك، هل يمكن أن نقول أن يعني سيظهر لنا كتاب مسرح على مستوى المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة كتاب من الجيل الجديد؟ أولا الورش لا يمكن أن تصنع، استحالة لا يمكن أن تصنع كاتب مسرحي. نعم. لكن هي تنمي، تكتشف مواهب. يعني هذا تصور أن الدور حقها اكتشاف، صقل، معرفة طرق، تسليم مفاتيح. في البداية أنا كنت ترفض الورش، ويعني أقول لا يمكن أن أذهب لكي أعطي ورشة لأن لن أصنع كاتبا. لكن بعد أن جربت أول ورشة وجدت العملية مثمرة للغاية. يعني في كل الورش، معظم الورش عليها إقبال كبير، ليس إقبال عالي، يعني يصل أحيانا 80 شخص، وترى ثمرتها عندما تبدأ بعد أخذ الأفكار الأساسية ومن البداية نخبرهم أنه ترى الموهوب في الكتابة حيكتب، إلا مش موهوب ما حعلمه، ما حعطيه، سيمتلك فقط خبرة تقييم، خبرة قراءة، خبرة، لكنه لن يصبح كاتبا إلا من لديه هذه الفطرة. هي العملية ليست صناعة فقط، في جزء كبير منها بالموهبة. لما كنا ندخل هذه الورش نصل لمرحلة المشروع، نشتغل على المشروع
تأتي نتائج مثمرة للغاية في كل الورش اللي عملتها في الدمام، في الرياض، في مكة، في الطائف، في جدة، في كل الورش أثمرت وظهر منها أسماء كتبوا وظلوا في حالة الكتابة. وأتصور أنه هذا الورش صحيح أنها ما تصنع، لكنها تخلق فيه اهتمام شديد، فيه اهتمام بالفعل، العدد يوضح ذلك. لما تكون الورشة مستديمة لمدة أسبوع، ما الذي يجبر هذا المدرب أن يبقى فيها؟ ومعظمها مجانية، يعني ليست مدفوعة، تقول والله بقي في الورشة من أجل ندفع قيمة الكذا. بعضها بدون شهادات، ما الذي جعله يستمر في هذه الورشة؟ هذا تعطينا بالتأكيد مفاتيح ودلائل. لا أخاف على تحديدا لدينا، ما أخاف من قضية الكتابة. لدينا جيل، ثم جيل آخر، ثم لدينا جيل من الشباب الموجودين. يعني أنا أشوف كثير من الأشياء الجميلة عند صالح زمانان، عند إبراهيم الحارثي، عند عبدالله الحمد، عند يعقوب، في عبدالله عقيل، في الجيزان، عزيز بحيص، في أسماء كثيرة يعني موجودة وعندها أدواتها التي تملكها. وأتصور أن هذا الجيل هو الجيل قادم وقادر نوضع بصمته بصورة جيدة، وفي جيل بعده. نعم. أيضا ألاحظ اهتمام العنصر النسائي بكثافة بهذا وهم بالتالي أكثر الحاجة إلى الورش أكثر من وكذا. معظم الورش اللي نعملها نلاقي العنصر النسائي موجود بكثافة أكثر، عندهم الرغبة في أنهم يصبحوا كاتبات، في أنهم يكتبوا، في أنهم كذا. كل ما يحتاجونه هو عملية القراءة المستمرة، وأيضا عملية الورش هذه لصقل مواهبهم وقدراتهم ثم ينطلقوا. ما خاف من قضية الكتابة، الأجيال موجودة، وأتصور لدينا ثراء أيضا في المملكة في الجانب هذا. طيب كيف ترى مستقبل المسرح السعودي مع كل هذه التغييرات؟ يعني ربما تباينت الآراء حول مثلا المسرح الوطني وهيئة المسرح والفنون الأدائية، ماذا ننتظر كمسرحيين؟ يعني بين الرجاء والأمنيات وما بين رؤيتنا أيضا كمسرحيين. والله إحنا ننتظر الكثير، بالفعل ننتظر الكثير. ظللنا زمنا طويلا نحفر في ماء وفي هواء وفي صخر وفي كل الطرقات، ونعبر كل الأمور ونصعد كل الجبال. الآن من المفترض في هذه الحالة، وقد أنشئ مشروع لهيئة المسرح والفنون الأدائية، لم يعد لديه يعني ما يشغله إلا المسرح في البلد. ويوجد فرقة للمسرح الوطني، أو حتى إذا ألغوا الفرقة وسموها المسرح الوطني. بالتالي من المفترض أن يكون عندهم كثير من المشاريع، كثير من ما يقدمونه. بالتأكيد عندهم ميزانيات مهمة لدعم حركة المسرح. ما كان يجعل حركة المسرح تتوقف لدينا ليس قلة الكوادر، هي قلة الإمكانيات، قلة وجود المسارح، قلة ما أخشاه بشدة أن يذهب فريق العمل في هيئة المسرح والفنون الأدائية أو في المسرح الوطني، لكي يستقدم خبرات من خارج المملكة ويهمل خبراته في الداخل. في الداخل في خبرات مهمة للغاية من الكوادر الوطنية يتم الاستفادة بها عربيا. صحيح. من المؤلم جدا والمفجع أيضا والموجع أنك تستعين بأشخاص من خارج البلد ولديك أشخاص أكفأ منهم داخل البلد. نعم. هذا المسرح لنا، منا، فينا، فيجب أن نعطيه الشيء الكثير. يجب أن يؤمن هذا المسؤول الذي وضع في هذه الأماكن أنه أبناء الوطن أولى في حالة توفر الكفاءات لديهم، والكفاءات موجودة. إذا كان خارج المملكة يتم استعانة بهذه الكفاءات، ألا تؤمن بها يا سيدي؟ لماذا تقصيها عنك؟ لماذا تستقدم من الخارج خبرات يوجد من يفوقها داخلا؟ أتمنى أن يعي المسؤول في الهيئة والمسؤول في المسرح الوطني هذا الموضوع تماما. هذا المسرح لنا قبل أن يكون له. الكرسي ليس ثابتا، سيظل، سيرحل، لكن هذا المكان سيبقى لنا بالتأكيد.
سنخلص له لمشاريعه لأفكاره. الأمل الكبير لدينا أنه موجود الآن مشروع، لكن يجب أن نكون شركاء في هذا المشروع. يجب أن المسؤول هذا يهتم بها بالكتاب الكثر على مستوى المملكة، الأسماء المهمة اللي قدمت نفسها عربيا في فترات كثيرة، حصلت على جوائز، حصلت على شاركت في لجان تحكيم، شاركت في لجان تقييم، عملت برامج وأشياء للمسرح العربي. من المهم أن يستفيد منها كطاقات في برامجه وأنشطته، أن يكون هنالك حالة من الشفافية والحوار المستمر. جميعنا نحب هذا الوطن، جميعنا نخلص لهذا الوطن، جميعنا نتمنى بالفعل أنه حتى السنوات العجاف اللي كنا ننتج فيها جمالا وزهرا في السنوات الرخاء العظيمة اللي احنا موجودين فيها، ننتج جمالا أكثر وروعة أكثر ومنتج أكثر جودة. شكرا لك على هذا اللقاء الجميل، على هذه الرحلة الثرية والجميلة والرائعة، والرحلة التي يعني اكتسبت الكثير من الشاعرية والجمال. شكرا لك أستاذ فهد الكاتب المسرحي السعودي. أنا الحقيقة أولا سعيد جدا يكون لنا هذا اللقاء، احنا نجلس كثيرا لكن لا نتحاور هذا الحوار الجميل. نعم، أتاح التشاكيل لنا الآن أن نعيد تشكيل نفسنا ونتناقش بصورة جيدة. أحبك يا عباس، أحب إنجازك، أحب كل أبناء بلدي وما ينتجون وما يعملون، أرفع لهم القبعات دائما. نتمنى الأجمل والأكمل والأكبر إن شاء الله. شكرا. شكرا لك حبيبي. البودكاست يحتاج لدعمكم بنشر الحلقات عبر وسائل التواصل والاشتراك وتقييمه في الآي تيونز والساوند كلاود، وأي ملاحظات أو اقتراحات راسلونا على الإيميل.